هناك أحداث جسام يخرج منها الإنسان إنسانا جديدا أو إنسانا آخر نظرا لما يعيشه داخل كل تجربة. الحسن الثاني عاش تجربة أليمة متعددة، ولكن أقصى هذه التجارب أنه عاش لحظات أليمة، لحظة الانقلابين الأول والثاني. ورغم فشل الانقلابين العسكريين إلا أن أثار هذا الانقلاب ظلت لا تراوح تفكيره. يقودنا هذا الحديث عن الخوف الذي سكن قلب الحسن الثاني وأراد الانسلاخ عنه، ولماذا انقلبت حياة الحسن الثاني رأسا على عقب، ولماذا تحول نهاره ليلا وتحول ليله استيقاظا ونهارا. في هذا التقرير التاريخي نكتشف عن التحولات الكبيرة في شخصية الحسن الثاني بعد الانقلاب، وبالموازاة نتعرف كيف كان يداري خوفه الكبير، ولما انعدم في قاموسه شيء اسمه الثقة. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. إن الانقلابين العسكريين على التوالي لسنوات 1971 و1972 واللذين كان يطيحان بالملك الحسن الثاني ليس فقط خارج الحكم بل خارج الحياة أيضا، زعزع التنظيم الحياتي العادي للحسن الثاني. صحيح لقد كان يظهر اعتدادا كبيرا بالذات من النوع النادر وثقة كاملة بالنفس، فقد قال ذات مرة للتلفزة الفرنسية: حينما أقوم بإنجاز حصيلة لحياتي أجد أن الرصيد أكبر من المديونية، لم أقم إلا بالصالح ولم أسئ ولم أضر أحدا وأنا بين شعبي كما السمك في الماء، حسب تعبير ماو تسي تونغ. غير أن الذين كانوا يترصدون عليه يوميا يعرفون أن تلك الثقة كانت سطحية، لقد كان مسكونا بالخوف من عملية الانقلاب الثالثة ضده، ومخدولا لأن رعاياه ظلوا ساكنين حينما كان مصير العرش بين قوسين أو أدنى. لقد أصبح كائنا مؤرقا وحذرا. نعم لقد ظلت أمور البروتوكول عادية من ناحية الجدولة الزمنية، لكنها اضطربت حسب إيقاع اضطرابات نوم الملك، فحتى ولو كان في أكثر الأماكن جذبا له مثل قصري صخيرات وبزنيقة إلا أنه لم يكن يجد راحته إلا بصعوبة، ونادرا ما كان ينام قبل الساعة الرابعة أو الخامسة صباحا، وحينما يستيقظ في اليوم الموالي فإن الشمس تكون في كبد السماء، وعلى التو يجعل المحيطين به يعيشون حياة فريدة ومرهقة، حيث كانت ساعات الصباح تمر وكل شيء معلق في انتظار أن يستيقظ الملك، حيث كان هذا الأخير ينام نهارا ويعمل ليلا، لذا فغالبا ما كان يستدعي وزراؤه حينما يكون مفروضا أن يكون هؤلاء في أسرهم نائمين، كان مهووسا بشؤون الأمن، فحينما كان يسافر إلى الضواحي في موكب مجهز جيدا ليلعب الورق أو في سيارة مرسيدس الطويلة، فإنه كان يتم توزيع رجال الأمن على جنبات الطريق التي سيمر منها الموكب الملكي. أما في القصر فإن الأبواب كانت توصد ابتداء من الساعة 8 مساء، والمراقبة شديدة وصارمة ولا تستثني أحدا حتى ولو تعلق الأمر بالأمراء الذين كانوا يتسللون خفية من القصر لقضاء وقت ممتع في مكان بعيد. إن جو الرعب كان ثقيلا على حياة نساء الحريم، فمثلا حينما كان مطلوبا من خليلات الحسن الثاني مرافقته إلى الخارج، فإن حقائبهن اليدوية كانت تتعرض للختم في المطار ولا يستعدنها إلا ساعة قبل الانطلاق مع منعهن من فتحها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.